ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. سقط طفل لا يتجاوز عمره 5 سنوات في بئر بأورير الجماعة القروية نواحي أكادير. حضر رجال الوقاية المدنية لكنهم تفاجأوا بقطر البئر الذي لا يتجاوز 34 سنتيم، وبعد ساعة من المحاولات التي انتهت كلها بالفشل فطن رجل الوقاية المدنية إلى ضرورة الاستعانة بمتطوعين نحيف البنية. الجميل أن العملية استجاب لها الطفل عماد بوزنديل في الصورة الذي يبلغ من العمر 15 سنة. نزل الطفل البطل بتقديم الرأس أولا دون خوف أو هلع، والهدف لف الحبل تحت إبطي الطفل الذي لولا الألطاف لكان من الهالكين. بعد محاولة أولى فاشلة تكللت المحاولة الثانية بالنجاح، وتحت تصفيق وفرح الأهالي انصهر بطلنا بين جموع المتابعين. السؤال: ألا يستحق هذا الموضوع النشر؟ ألا يستحق عماد وقفة تقدير؟ أم قدر علينا أن ننتظر من يقول سي محمد بيكالتي بيكالتي بيكالتي؟ نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.